هي اكفاؤنا اليوم حنا جايبين الكفن ديالنا بين يدينا، لان المغرب طردنا بالاحتقار اللي احتقرنا، والاخوان ديالنا اللي هذه 3 ايام هما كيموتوا، ولكن حتى واحد ما حرك شي ساكن نهائيا. حنا ما عرفناش شنو غادي نديروا في هذه البلاد، واش ما كفاهم الشباب اللي كيموتوا في البحار؟ اليوم حنا المغرب تيقتلنا وحنا وسط بلادنا، وحنا الشعار ديالنا هو الله الوطن الملك. حنا ما بغيناش نعطيو الفك في بلادنا، ولكن هما طردونا بالقهر ديالهم وبالاقصاء ديالهم. اليوم الشبح ديال الموت كيدور يلوح في الاجواء، حنا ما بقى عندنا ما نخسروا. هاد الحكومه وهاد الدوله اليوم كتنفذ فينا اقصى عقوبات الاعدام، الاعدام اللي ما كاينش في المغرب اليوم كيتنفذ في ابناء الشعب. حنا خوتنا اليوم كيموتوا، اليوم 3 ايام ما كيموتوا، الحاله ديالهم مزريه. كاين شي واحد سول فيهم؟ حتى واحد ما سول فيهم. بركه بان الابناء ديالهم راهم ناعسين واكلين شاربين المناصب العليا، ولكن ابناء الشعب الفقير راهو كيعاني. حنا اللي كنحملوا المشعل، اش غادي نقولوا لولادنا غدا؟ كيفاش غادي نزرعوا في ولادنا حب الوطن وحنا الوطن ديالنا كيقتلنا نهار على نهار؟ كيفاش غادي نقولوا لولادنا بغيو الوطن ديالكم؟ كيفاش غدا من غدا دخلنا للمواقع التواصل ولقاو الدول المجاوره كتعاير بلادنا؟ كيفاش انا يمكن لي ندير تدوينه وندافع على بلادي، وانا بلادي كتقتلني وبلادي كدير فيا ابشع العقوبات وابشع الجرائم بكافه الاركان؟ واخا اذا واش متشبتين باعداد الامتحان؟ متشبتين، حنا ما عندنا حتى شي مطلب، حنا ما بغينا حقنا في الفوسفات، ما بغينا حقنا في المناصب العليا، ما بغينا حقنا في الشوماج. بلادنا بلاد الخيرات، نعيشوا فيها امراء، وتقهرنا وتحيدنا كل شيء، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا حق خولنا دستور 2011، واننا ندوزوا امتحان في نزاهه، يتعاود لنا الامتحان وتعطينا فرصه. حنا كون ما كناش متاكدين من الكفاءه ديالنا ما نخرجوش للشارع. حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، حنا بغينا يتعاود الامتحان ويتفتح تحقيق. وتحقيق عباد الله، حتى الا كنا حنا مظلومين سجنونا اعدمونا قتلونا، كيما كيتطبق علينا القانون يتطبق القانون على هذا وحتى هذو اللي كانوا السبب في هذا الشيء اللي حنا كنعيشوا دابا. حنا ما بقينا ما نخسروا، جينا وهازين الكفن ديالنا ها هو. قتلتونا اخو العصا ديالكم ما كترهبناش، والتهديدات ديالكم ما كيرهبوناش، وتا حاجه ما بقات كترهبنا في هاد البلاد. صلاه النبي، فقدنا فيكم الثقه. حنا مالكنا الوحيد اللي شدنا في هاد البلاد، الملك الوحيد. نهار يطردنا الملك غادي يمشيو، ولكن ما حد الملك باقي الشعب ديالو، وكاين هاد الله ود الشعب ديالو. حنا هنا باقيون كيما هادوك تيموتوا في قوارب الموت في البحار، حنا اليوم كيموتوا حنا هنا، وحنا كنقولوا الله الوطن الملك.